أهلا بكم من جديد. موازنة حكومية برؤية وطنية قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا المستجد عبر وضع صحة المواطنين والمقيمين أولا والحرص على توفير كافة الخدمات لهم مع الحفاظ على الاقتصاد الوطني. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي من أعداد الزميلة ريم سيف. على الرغم من التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، إلا أن مملكة البحرين ومن خلال الاستراتيجية الوطنية الاستشرافية لمكافحة الفيروس التي رسم ملامحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمكنت من إدارة الأمور بصورة احترافية وإنجاز المعادلة الصعبة بتحقيقها التوازن بين المحافظة على العنصر البشري وهو الأهم إلى جانب المحافظة على الوضع الاقتصادي للمواطن. احنا من بداية الأزمة شكلنا فرق تدرس تبعات وتأثيرات الاقتصادية على البلد، وعليها طبعا شكلنا الفرق لمجابهة هذه ولحماية البحرين من وتقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني من خلال اللجان ومن خلال التعاون مع وزارة التجارة ووزارة الصحة لتوفير وتأمين خطوط الإمداد للأغذية، وكذلك التعاون مع من خلال لجنة الصحة والصيدلة لتأمين الأدوية اللازمة للبحرين. كما استطاعت المملكة بفضل النظام الصحي الذي تتمتع به من حصد إشادات دولية حول جاهزيتها لمكافحة فيروس كورونا وتسخير كافة جهودها لخدمة المواطن أولا عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء، والتي كان من أبرزها وضع خطة اقتصادية لتلبية احتياجاته والحد من الآثار المترتبة من تفشي الفيروس. البنك المركزي والبنوك المركزية في كثير من الدول قامت بطرح أفكار بخصوص موضوع إذا كنت أنت كبنك محتاج إلى بعض السيولة أو شيء، فهم على تم الاستعداد لتلبية مثل هذه الأمور. كذلك لو كانت الدولة عندها تفكير في الاقتراض بالخارج كما سمعنا في 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 الأنباء والأخبار، فأنا أظن أن البحرين الحمد لله إلى اليوم اسمها مقبول، ولو ذهبت إلى السوق لإصدار صكوك أو ترتيب قروض فإن البنوك سوف تتجه إلى المشاركة في هذه المؤسسات. رؤية وطنية وإنسانية وضعتها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا عبر تكريس كافة الجهود والإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أولاً وتلبية كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية، والتي لن تتحقق إلا بتكاتف جهودنا معاً كفريق واحد وهو فريق البحرين. ريم سيف لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دعمها للمنصات الإلكترونية والإبداعات البحرينية من الذين استشرفوا المستقبل وتوجهوا إلى عالم التكنولوجيا وطوروا منصات إلكترونية محلية لتنافس المنصات العالمية بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة بكفاءة عالية وفي وقت يسير، وذلك للحد من تداعيات جائحة كورونا من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية دون الحاجة لمغادرة المنزل. فقد بات توفير هذه المنصات أمرا ضروريا لمواجهة هذا التحدي، وذلك في إطار مساعيها الداعمة للقطاع الخاص وبالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي للإحصاءات التجارية الخارجية لشهر فبراير من عام 2020، حيث يشتمل هذا التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. ونبقى الآن مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 70% تقريبا، مغلقا التداولات عند مستوى 1341 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,100,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 409,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 56 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فقد كانت سوق دبي للأوراق المالية أكبر الخاسرين في نهاية تداولات هذا اليوم عند انخفاض نسبته 3 نقاط مئوية تقريباً. أعلن مجلس الوزراء الكويتي بعد اجتماع استثنائي إقرار حزمة الدعم الاقتصادي للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية. وأقر المجلس حزمة دعم للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات الحكومية المتخذة، من بينها ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، كما تشمل المحافظة على الدعم اللازم للإبقاء على استقرار مستويات أسعار الموارد الغذائية والطبية وتأمين الحد الأدنى من الدخل للعمالة المتضررة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. توقعات بارتفاع أسعار القهوة في ظل أزمة الوباء الذي يجتاح العالم. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقرار قانون يسمح بإنفاق تريليوني دولار على مشروعات البنى التحتية، معتبرا أن الكلفة الزهيدة حاليا للاقتراض تسمح بمبادرة جريئة تنقذ الاقتصاد الأمريكي. وكتب ترامب على موقع تويتر أنه مع تدني معدلات الفوائد في الولايات المتحدة إلى الصفر، هذا هو الوقت المناسب لإقرار قانون طال انتظاره منذ عقود للبنية التحتية. وأضاف أن مشروع القانون يجب أن يكون كبيرا جدا بقيمة تريليوني دولار، وأن يرتكز فقط على خلق الوظائف وإعادة بناء البنية التحتية. قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري
أن التوقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بسبب الأزمة الطارئة لفيروس كورونا هذا العام واقعية، وأضاف أنه في الوقت ذاته من الممكن القول أن الاقتصاد الإيطالي يمكن أن يستهدف تعافيا قويا. أعلنت شركة أيكيا السويدية أنها بدأت في تصنيع أدوات وقاية من فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات للمستشفيات التي تكافح تفشي الوباء. وقال مدير المشتريات العالمية بمجموعة إنتر أيكيا إن تعطل سلاسل الإمداد زاد بسبب تفشي كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، وأن توقف العمل وإغلاق الحدود يتسببان في اختناقات للشركة. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار المعادن الرئيسية. أوضح خبراء اقتصاديون أن أسعار القهوة قد ترتفع في الفترة المقبلة في ظل أزمة الوباء الذي يجتاح العالم. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الكثير من الدول المستوردة اشترت كميات كبيرة من حبوب القهوة بغرض تخزينها لمدة تصل إلى شهر لتجنب أي نقص متوقع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.